شكك رؤوفين بدستور الخبير في الشؤون الاستراتيجية في صحيفتها أرس بالإنجاز الذي حققته منظومة القبة الحديدية خلال العدوان الأخير على غزة. ونشرتها أرس خلاصة تحقيق أثبت أن نسبة اعتراض صواريخ القسام خلال عدوان عمود السحاب كانت منخفضة جدا ولم تتجاوز 5%. يذكر كذلك أنه في نهاية حرب الخليج الأولى أعلنت إسرائيل نسبة نجاح قاربت 100% في عمليات الاعتراض التي نفذتها صواريخ الباتريوت، ليتبين لاحقا أن نسبة النجاح في اعتراض صواريخ سكود العراقية كانت 0%.